سامح بيك، اسمعني وخاف اسالك حاجه اختي الغاليه. اني انسانه خبره في الحب وفي العلاقات التافهه دي متاع الفروخ. اسمعني يا غالي، شفت لون الطفل؟ الطفل اذا تعطيه جنب واذا تعطيه الفيفير يعني انه يعمل كل شيء ويتحكم في كل شيء، راهو اختي الغاليه باش يبكيك. مازلت باش تشوف انت، انت راك مازال يصير فيك يا طفله. يا بنتي احقر، يا بنتي تعطيش جنب، حسوا اللي انت لا تحبوا لا لا لا, 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 لا فهمت كيفاش تحبوا ما تحبوش، فهمت؟ خليه يهبل. تو انا من قداش عنا نعرفوا بعضنا والكل، ودي ما نقوليش نجي نخطبك كيف معناها جاي شكون خطبني والكل هو تغشش عادي. انت وافقت على الخطبه؟ وافقت، خاطر انا كي كلمته قلت له راهو فما شكون خطبني والكل وراهو لاباس عليه وعنده معناه وكل. اش قال لي هو؟ ألقى لي التليفون وقال لي انت لست جديرة بصداقتي ولا باش يحكي، منعرفش عليه. الله يا نور وخيتي، العمل الكلب عملتها في روحك، يعني جبتك من الاخر. غزولي ايدي، غزولي اني خبرتي شويه في الحياه، ولكن تو جي خيري تو ينصحك. ابكي له غرد له هكا تو يجيب لك حقك وينصحك، راه ما شاء الله عليه خير. تعرف انت خالي معرس 5 مرات ومطلق 5 مرات. نجيب لك خالك يا غالي ولا يهمك. ها بشي جي، ها بشي جي. ما تبكيش عاد نور، بالله لا تبكي نور. الكبرى امان، استنى استنى، الكبرى امان، نعرفك تحب بطبيعة نعزك، تعرف فيك نعرف بعضنا توا نحن شبيه. الكبرى مازال لي 1000 نسكر ال 200,000 توا. عليك بالله بنات الكلكم تعملون اسمعني غالي، عندي 600 طفله بنات، اعملوا له اعملوا له فولو. بالله النور اللي عندك بجرب يعملوا له فولو شباب. بالله حتى اللي عندي فما شطره اللي عندي ساعه مش عاملين لي فولو شباب اللي عندي. يلا سيدي يلا سيدي يلا سيدي يلا سيدي. هاي 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 هك 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 هك، استنى نعملوا فولو الناس الكل، خلينا نركز شويه على الفولويات. يرحم والديكم، نحب نخلط 200,000. يلا محليه الاغنيه يا يلا شباب، خاطرنا ال 200,000 يسركم. 200,000 200 كا 200 كا 200 كا 200 كا فلوس 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 200 كا 200 كا 200 كا انا البارح نزلت باش ما تصيرش مشاكل، مش نزلت على اي حاجه. لا لا ما بصير، ما في شيء. رفيق رفيق خليك خليك هنا، خليك باش ما يخش عليه فكره خايبه ولا حاجه. لا 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 بالعكس بالعكس. خلي رفيق محلي راه كيوت اخالي راه وكر رفيق. ما شاء الله زادوا 300 زادوا 300. يلا شباب سامع يا خالو، لحظه بس اسمع كبرى شو حكت. انت تحكي لك نور، احكي له تفضل اختي. ايش يا نور؟ يا خالو كرفيق راه من بكري هو يبكي فيا. ليش يا رفيق؟ لا يا خالو ولا لا بكيتها يا خالو. ولا تبكي نور. لا يا خالو ولا ما صارها والله. افا ولا لا يا خالو. خالو ليش انت 99,950 شباب حطونا الخالو 60,000 يرحم والديكم جاوبوا بيه محلاه 60,000 شباب. يلا الخالو ليه مطلوب اللي لازم يوصل الخالو 60,000 ولا محلاه يا شباب الخالو حبيبي يا رفيق الله يسعدك. نور ليش يا رفيق مبكي نور؟ والله يا الخال هي يا الخال هي يا الخال يا خالو اذا نحكي لك اذا لا 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 ما تحكيش لا على خاطر يسكت. خالو خالو قول يسكت. سعدهم اللي تابعوني والله حبيبي. خلي الطفله تحكي. اسكت يزي من الاضطهاد ضد المراه يزي. شنو اضطهاد؟ اضطهاد فيها لينا الكلمه. ها خالي ذي كلمه عميقه بتاع طلاب حقوق، احكي مع الطفله. اضطهاد نعرف رديد انا الاضطهاد اضطهاد شو معنى اضطهاد؟ عايشك لو سمحت ان محاميه الطفل خلنا نحكي. تفضل خير تفضل تفضل مدام تفضل. الله يبارك فيك يا رب. مبروك يا رفيق، شرفت كل اللي ضافوك. مبروك يا خيلي مبروك. الله يسعدكم. مازلت انا مازلت 700 يا جماعه رفيق طول. لا تحبلي تحبلي بالكدا بالكدا زاد. اوكي وي جاست ليف ذيس از ديليشوس. يا ايليز ديليشوس. لو قديش نعرف الجمعة كيكة. عارف يا ايمان ايوه كملي كملي الله يبارك فيك ابتهال. قال لي باش نجي نخطبك، قلت له باهي. بقيتش كل مره نطلب فيه نقول له وقتاش 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 ما جاش يا اخي. جاش كون خطبني هزيت التليفون وكلمت رفيق
قلت له يا راه في قراو وصيرة فيها هكا وهكا وهكا. اخي ماكش تجي تخطبني راه الراجل يمشي كلامتي قلت لي فما شكون باش يخطبك رفيق. خليها تكمل يا رفيق. لا لا يا خالي فلمي يا خالي انا نجيب نكلم المحامي نتاعي. عايشك نعمان. انا ببعث لك يا المحامي بتاعك بس خليها نعمين. تكمل نعمان يا عايشك يا نعمان. فما اشي هذا الرجل تو قاعد يصير مش الدوار. كملي كملي يا نور كملي. كلمت وقلت له راه فما شكون يحب يجي يخطبني راهو لابس عليه والكل. قال لي قبل ما يعلق عليا قال لي انت لست جديره بصداقتي ولا شنيا وعلق عليا التليفون. يا اخي انا قبلت طلعت انا وياه جوله طوا. قال لي شنو اللي في يدك؟ قلت له خاتم تاع الخطوبه. بدا يقول لي في كلام درا كيفاش هبط. يا اخي هذا صار معايا انا الايامات هذا ما اليوم بارك هذا اللي طال معاك. سيرين عندك الموضوع. طيب رفيق ليش هيك تسوي بالبنت؟ حرام يعني شوف قداش هي بتبكي وقداش هي. انا رباح انا متزوج وعندي طفل رباح. خالي راهو يهبط دموع الولية راهو ما يفلحش في حياته. شو بك فيه خليه خليه متزوج وعندي طفل اسمه نعمان. نعمان خالي خلاص انت مش جاكي نصيبك يا نور. والله الحمد لله يا خالو اعطاني واحد على قلبي زايد. خلاص ليش على قد قلبك؟ شو عنده شو عنده؟ زايد عنده زماري عنده زيني عنده عيني عنده فلوسي. فلوسي عنده فلوسي انا بخطبك يا رفيق. يا ربيح والله يا ربيح يا رسول. كملي يا كوبرا يلا عيطي كوبرا عيطي كملي خلي الله وحقها جي والحمد لله يا ربي. طفلة مش قاعدة ليه الطفلة قاعدة يلعب بها والطفلة لقات مصلحتها وين بالضبط. قالك فلوسي مش عنده مش عنده عنده شي الحمد لله يا ربي. الطفلة متهنية اما هي مسكنة. انا عرفتك على نور انا عرفتك على نور حتى طول نعرف اني مع المرأة. انت يا رسيس كونتر اي نعمل مظاهرة الرجال والله تتعملوا لنا عاملة مظاهرة. كوبرا كوبرا زلت يا رسول يحيى يحيى حزب الرجال. بلاد كوبرا رفيق اسمعي هاي كوبرا ما في يعني في كوبرا اي مكان بتروح بتسوي مصيبه اي مكان كل بلاصه مشينا قليب اي مكان بتروح اذا راحت عرس بتسوي مصيبه اذا راحت عزاء بتسوي مصيبه. انت تعرف الخال الشيء هذا؟ اه طبعا بعرف تسالني يعني ليش ما تجي معي الخال؟ انا معك مين حكى لك مش معك؟ يا خالي انا مع الرجال يا نور عنده بحكي لك شقه وفلوس وهذا اياويك بعد تو هذا بس اخوي تحب الشربه تو الخال ومروه. الحكم الاول كوبرا يا نارك شنو الخال ما صح ما لعبنا جوله فكرت لعبنا جوله بتعود والله يا رفيق. زحا طلبتني بالله خلينا نشوف شنو هي مقبلك بولي زحا كان هي طلبتني طلبتني سنة نرجع كلك رخيص انا جيت يا نور نحط الرب على راس الثلاثة يا خيلي نحط يا نور احنا بنسحب اجره اول شيء عرفتي كيف؟ بحكي له انا معك بعدين باخده على جنب بس عم بسمع منه ايش فيه فهمتي؟ لك خيلي خبرة في الحياة ها؟ هو علاش يعمل هيك؟ انتوا بتكلموا جد ولا مسلسل ولا ايش فيه؟ اوكي ما حد شاف اوكي جد خلاص اسمعي انا بكره بخلي ابني يحل لايف وبخليه تشوفك يشوفك رفيق معه بغار بعثنا جيب لنا ولدك طاو. طاو هذا خطيبي جيب لنا ولدك طاو. هذا خطيبي. خلو راح اتزوج. اسمعي خلاص بكره بطلع بلال وبعدين بقول لرفيق روح شوف. شكرا. انت يا ام المصايب يا ام يا ام حميده ومش عارف مين ايش مالك شوفي شوفي بتجيبي تنتين يتهاوشوا وبتضحكي ايش في؟ خي بجيب سنتين تهيوش تشوف فيهم شنو هذوك ما شنية معناه معناه شنية وعليش تتسوي الدراما هاي كلها وتدخل وتضحكي وبضحك كمان طبعا بضحك احب بعدين انت اي مصيبة بتيجي بتحكي خالي علمني خالي علمني ايه شوفي هذاك الموضوع كل مصيبة بتقولي خالي علمني ما انت مولودة مصيبة انه تندف عليك صوتي بحني من جرتك وانت خالو خالو سيبها هي معايا انا دافع عليها من بكري سيبها ما عملت حد شيء خلص سامحتك اخي قلبي يا حليل يا حليل رفيق شي جي ولا ايه طعم خدشي رفيق مثلنا العالي بس مش مثلكم بعالي ب وهالشغل الشغلات هاي ببعث الرفيق ويجي ايه بدي اسالك سؤال شو اسمها اللي بتلعب معاكي بتقولي انا وياها تيم نور اه موني
قالوا خلاص ضوت الكهرباء. قالوا بس تنيح من البوس راك. جبت من البوس صار الفولت عالي. منام ايش حاله؟ اسمع اسمع. بدي اسالك سؤال. منى منى من وين هي؟ منى تونسيه وتعيش في فرنسا. ليش بتقولش انا بتقولش انا تونسيه؟ على خاطر مولوده في فرنسا. يا ستي ان شاء الله مولوده بجبال القلب. ليه رايك واحد انا تونسيه؟ ليه تقول تونسيه؟ لا لا كم مره بسالها بتقول لك انا فرنسيه. ليه تقول انا من ترى ما بحبش اللي هيك، بحب الناس اللي بتعتز باصلها. بالعكس بالعكس ديما تقول راني تونسيه. والله مرتين سالت حتى اللي عندي استغربوا قالوا كيف طب تحكي فرنسيه وما بتحكي من وين؟ خاطر هي اصلا ما بتعرفش تحكي بالعربي. بتحكيش بالعربي؟ بتعرفش تحكي، بتعرفش تحكي. طب بتعرفش انا لما سالتها من وين انت بتعرفش تجاوب؟ ليه بتعرف تجاوب؟ اه قالت لي من فرنسا. هاو هاو كل هذه خطيبك النور كان تخلى. لحظه ان شاء الله يقبل. اه جابت لنا مصيبه جديده. لحظه يا خير ان شاء الله يقبل، ان شاء الله يقبل. شعلت الدنيا بوسها. انا هي الاه يا خيري مش انت. ما حبش يخلي. اما ما اقول فرنسا. والله نفس الشيء يا سيرين المفروض يعني. خالو جيب لنا وحيد مزيان. المهم اسمعوني انا بدي اطلب منكم شيء، بتعرفوا حدا مصمم بارع؟ انا بدي حد مصممين يعني. وبراتب مغري. وش يعمل لك يعني؟ وش يصمم لك بالضبط؟ هذا شغله بينه وبينه، بقعد انا وياه لحالنا وبنسولف وبنسوي ايش نصنع. والله عندي المصممين بتاعي اللي قاعدين يعملوا، تحب نبعثهم لك؟ انا بدي حدا، بدي حدا هيك يعني بارع. اللي بنيتي كلهم بارعين. ابرع من بنيتي ما تشوفش عينك في الطقطقه. انت عندك وي ام؟ عندي وي ام وعندي لاما وعندي نوتيلا وعندي مشاهير التيك توك. طيب خلينا نكمل الاسامي. خلص هم هذا. انت بتعرف تصممي؟ ها؟ اني؟ اه؟ ليه صراحة ما اعرفش. لما هاني قدامك احسن مصمم. يا ثريا انت نختص بيك ما بتعرفي معناتها، جاي تقولي انا مصممة. شو الحالة؟ لا بدي حدا فاضي هيك. يا مرحب يا فاتي. شو بتستنوا؟ في حدا ولا شو؟ والله لا نشوف في خطيب الطفلين. خذي هذا خذي هذا، هذا نعطيه لك ان كان خطيب مخذه انت. بطلتي تطلعي مع ادهم انت صح؟ سبحان الله. لسه بقول لها بطلتي تطلعي مع ادهم ولا انت طلعت؟ والله لي شي اسبوع ما فتحت انا. لما تصميم مش عارف لما خليها تبعث لي مسج ما بعرف. كبرى تصميم صباح نور حبيبي شو اخبارك؟ والله الحمد لله كيفكم؟ اتقلي اتقلي نور شوي 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 عرفتي. ادهم ايوه انا نجيبها لك من الاخر سبيتكاليز، ما نحبش نقعد نلف وندور. البنت حساسة. البنت بعدين بتدخلك مع ولد اسمه رفيق، انت بتقول انك خطيبه بتغار عليه. هلا هادي انك مني ثلاث ورديات في البث ولا يهمك. ماشي ورد امي كفو. وانا كمان لك مني ثلاث وردات. ادهم انا مني ليك خمسه ورود. اوكي ماشي. يعني حط نفسك انك هاي الورده الجديده اللي نازله مثل اليونيفرس مو مينا شو؟ في ورده جديده عم نازله بالهدايا هيك مثل اليونيفرس. اه اللي بتسوي بين صوت هاي البنت وخاطر هو بكيها. قل له اذا اذا ما زلت بتبكيها بتشوف. اسمعني واكبس روحك اعمل هيك. فهميني فهميني شو القصه. اعمل هيك قل له هيك. ولك شو ما كنت عم بتبكي لي في البنت؟ شو فكر حالك ولا؟ ولك هي خطيبتي ولا؟ سوي كذا صح وامسك شنبك هيك قول على هالشنبات هذه بدي شنباتي على حريم اغطس بيك اغطس بيك تمام. اسمعني ادهمتيش مجرد روز. اه بعرف بس بركي رفيق مين؟ رفيق واحد ابخر بعوض لعب بالبنت وخليك هيك مسكنا. حدا بيترك واحدة مثل نور يا جماعة. ولا حبة هالكوبرا والله. وين جيبوا له رفيق؟ حمست شوف شوف الثاني اللي بتعيط. جيبوا لك رفيق يما يما منهم. يلا خلي نلعبوا انا وانت جولة وتحب انت ونور. انا ونور افا يا خيل عشان مدحكمك يا كوبرا جعبالي احكمك اليوم. طلع طلع هاي هاي طلع لها عيوب. عيوب شبيك يا خيل شوف شوف كيف عيونها بتدمع وبتسوي يا قلبي عليك والله ما بيستاهلك رفيق عن جد. طلع سلام شباب شنو احساسكم؟ بدك تلعبي معي ولا مع ادهم يا نور؟ خليها مع خطيبها. خلي لي مع ادهم. اه يلا يلا عشان احكمكم مع بعض تنين يلا. يا ايوب اكتب لي عليه قل لي قل لي عليه.
شير شير يا جماعة شير. يا أيو نور نور قديش عمرك شان إذا سألني؟ 21 وبسكن في تونس وصفاقسية ونعيش في تونس و... شو كمان؟ وقلوا نعرف مما ونعرف خالتي. مين مما؟ أمي أمها يعني أمها وخالتي. تمام خلص وصل. جيبوا لي هذا رفيق يا جماعة. قولوا له رفيق أدهم أصحك تطلع مع نور مرة تانية لايف على التيك توك. خربها خربها قابية. وبس تطلع مع رفيق اسمع راح يجيك كومنتات عندك اقراها كلها. هلا هم بالكومنتات ادم راح يجي يحكوا لك مبروك بس بالتونس عرفت؟ ايوه حدك شو يعني حدك؟ شو يعني حدك؟ حدك يعني خلاص يعني معك يعني اوكي كل ما يكتبوا لك شغله وفي اسم اكله كمان بيحطوا لك اياها كل مره مشكور مما اسكاها الاكله هاي شو هي؟ اكلات كثير كل انواع الاكل راح يكتبوا لك اوكي ستة ورود يا جماعة خلي يدي خادي ليه ليه يا أدهم يا أخي قول نور لا لا الأكلات شكل عندهم غريبة يا رباح راح تحبها إن شاء الله كلهم راح يقول لك يا فاكسة موجودة طيب الكل في بالك نور في بالك اللي أدهم يخدم هكا خطاب في التيك توك نحكي معك بجد يمشي بالكاريرة أنا ضليت كوبرا دفعت لي كوبرا 6000 لحتى عملت حالي بحبها بالكاري يكرو فيه يكرو فيه قديش تحب تشوف الأدم باش نكريك مسكين مشاحت حسب انت حسب يعني بدك حبك كتير بدك حبك شوي بدك اهتم فيكي ما بدك اهتم فيكي حسب يعني بتحبني كتير صاحبت السعادة جيت صاحبت السعادة ما تجيش صاحبت السعادة أخيل يحل وهي تلقاها في البث ما تجيش قديمة في البث ما شاء الله عليك أمنيتي نستفقدها حتى درجي لا إله إلا الله ما نفقد غالي يا عمي شو بدك فيها تستفقديها لا 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 إن شاء الله ربي يخليها صاحبت والله ما أحلاها كيوت حال صاحبت السعادة إن شاء الله ربي يخليها لك راه هي ما تحبش تحكم راه وخيلي راه راه وخيلي راه ما تحبش تشوف الحد والله ما أحلاها راه هي صاحبت السعادة ها نقول لك هو والله فقوس شو الفق هي أكل الفقوس كلنا نحب صاحب السعادة وبوسات ترى الأكل عندهم كأنه مسبات عنا فقوس فقوس عمرك ما تاكل سلطة فقوس خيار لا والله سلطة فقوس لا لا أيوة شوف مين علمك هيك يا كوبرا أنا رجعت والله كنت رح أروح بس رجعت بارة بارة لا بتحطي أغنيتي اليوم كمان حماس ما شاء الله طبعا طبعا حبيت والله حبيت شوف تخيلي لما حلك ينكبس انا قلت يا ولاد بتسوي يا عيني ليه بس انا من... بالقرن بمتيع بسوي انا بس بعطيها هيك عرفت بس بعطيها الفكرة وهي ما شاء الله بتبدع بالفكرة بتجيب لي المصايب بالفكرة كل اشي خلي ربح علمني وهي بتكون معها ونور عطول شبكت معها مسكينة هلا يا شوف 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 نظرة الوحش شفت صحيت كفو عليك هيد النظر نحبك تزور هيلو رفيق عيدها عيدها يا ادهم عيدها عمي كنت ايوه كنو ايه كفو عليك احكي طب بقولي رفيق لا بدون ضحك ايوه
هي بتاخذ اول خيط وبعدين هي كل شيء بتسوي بعدين بتحكي بظهرك. سبوني ما بعرف عم سبوني بالكومنتات. ما عندي لا ما حد ما حد ما حد بسبك يا جماعه. العالم عم يكتبوا لبعضهم لا تسبوا، فانا ما بعرف اذا عم سبوني او لا. هم بتهاوشوا مع بعض بيكونوا. الحكم الاول يا ادهم. لا احكام ما ما بتعرفي ما بلعب احكام. مين اللي حكى؟ شو اللي حكى؟ شو كان ما بعرف على طول بلعب انا وياك سوا. شفتني شي مره حكمت حدا انا؟ كبرى انت تصرفي تصرفي. اي احكامكم احكامكم. الحكم انه لما انت تحكي مع رفيق نور تطلع مبسوطه، اذا نور ما تطلعش مبسوطه تطلعها مبسوطه بالزور عليك وطرق. ايوه تمام خلص. هو الحكم خلص صار. اصلا نور بالورطة المسابقة راح احكم طبعا. اسماعيل اللي عم يغلط اعمل له كتب بالكومنت. يا زلمه ما حدا بيغلط ما حدا بيغلط هم. لا لا انا شايف انا عم يسب. عادي سبوني. ادهم عادي عادي يا جماعه. شو عادي عادي يعني سبوني عادي عادي؟ لا ما بيسبوك يعني انت انت سوي هيك عشان المسبه ترجع. اوكي يا جماعه هلا بحط تليفون بالمقلوب. ريدو سيبوا الطفل رايض يا جماعه. ريدو وما عادش تسبوا الطفل. يزيو يزي من بلاده ومش عليه اصلا تسبوا فيه راو فديك راو التيك توك. شنو هذا عاد؟ يزيو عاد نعرف. خلاص قالوا لا رفيق راحت عليك نور انخطبت. نحن انا جدي مع دغري راحت خطبت ما عم حبها كنت حب فقط. قولوا انا بدخل من البيت من الباب. ايه قول له ادخل من الباب مو من الشباك. اسمع غير امشي والرفيق قولوا له كوبرا طالب التكبر تجبدوش اسمي انا. يلا انا بدي انزل وانتم تجيبوه خلصوا يا خيلي. هاني جيتك يا خي خبرنا فكر نجيك. اوكي اوكي يا خيلي بيزو بيزو باي بيزو ادهم. الله معك رباط حبيبي. لا لا احكي لي بيزو. شو يعني بيزو؟ بيزو 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 باي. شوف نحب نحط بوست خاله باش نظهر سحاره. بيزو طلعت بوسه يا جماعه بالفرنسي. برا مشي وقولوا الكوبرا تعيط لك. قال لك رفيقي ركح في وحده بعثنا كله ورا شامس يا غاليه. نور انت ما تحكي معه بس يطلع انا بحكي معه. الله يبارك. شوفوا رفيق بيجهز حاله. ها بيجهز. اسمعني لا تضحكيني كوبرا. انت كوبرا لا تطلعي فيني انت تضحكيني. خلص خلاص انا بلف كدس. ماشي تلفي كده كدس. يركع في بنية سحلية يسحل صار. almost done. بريجي بكره بيكوبرا عيني عليك وقسم بالله يا نور تحب تخلي راسك بحذاه. ها صاحي يا رفيق الابخر هبطول وشكر والله يسهل. والله رفيق والله يستهل كل خير. شو استنوها؟ قولكم حاجة دزوا أمها كلكم كل على بعض معاكم رفيق زي يا خالي. تفضلي قولك ما يدوم في الويد كان حجره. أنت الحجر وأنا الويد أخيلي. والله أنت الروح وأنا اللي أجي. أخبارك أخيل عم بوزينك يا كوب. عايشك يا فريد عاش خويا. والله عايشك يا خيلي. أخبارك وش بسوي وش ممكن بسوي؟ لا بس الحمد لله. جيب لك الجيلة. اسمعي شفتي محلى جوها هاي كتيلة كتيا كتيا. ايه محلية كيوت الطفلة. هاي لها مستقبل كويس على التيك توك. ايه والله والله مثلي انا بالضبط. لا بحكي جد. والله مثلي انا اقسم بالله. طلعك مع ايهاب العاني. منو هذا ايه؟ اللي طلع معي امبارح. نعرف لعبت معه مرة نعرف. فات عليكي؟ هو شكله اللي طفل ذاكرة عنده مشكلة معايا. لا. نمزح نمزح.
يمزح آه. فكرت إذا ما بحبك أنا على طول بزعل. ليه ليه والله ليه ليه بالعكس محلي. ندخلك أحمد أريك. ها؟ ندخلك أحمد النرجسي. مين أحمد النرجسي؟ أم بي جد خلي بتعرفش أحمد. لحظة لحظة لا تقولي الولد هذا اللي مسوي بنت. مين فيهم؟ الفرينة. شكو أنيه بالضبط؟ فرينة كنت مطلعاه هو وهو الفرينة الثانية. إيه. لا لا أوعك أوعك كوبرا أنا بحبش أطلع معهم هدول. والله بحبش اطلع معهم خلينا اصدقاء كل الكيكره ما انت ما بحكي لك انت مصايب اه بس كيوت ولا لا 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 سيبك سيبك بعدين بغلط بغلط عليكي كان انا زعلت والله ضايقت عليكي والله العظيم ما شفتوه ما سمعتوه لا, لا بغلط بغلط كلام انت مش فاهمه عليه كلام مش كويس اخالي ها اجيب لك دجاجه تشطحنها شويه طلبتها صدقي ما رضيت كانت كنت بدور على رباعي لقيتها فاضيه ايوه كل الاشكال تشوفها مع كوبرا ايوه كل الاشكال حدا حكى اشياء ثريا بس عم بتمزح قاعده ثريا والله ربي ثريا يا ثريا تعطيه بلوك تعطيه بلوك اخي دلبس الخاتم اضربها بوكس يا خيلي ها دخلوا دجاجه دخل دجاجه شو نسوي والله اختارنا من دجاجه بلاي خلي ما اشتغل بها خالي ولا بدي ولا راح اعبرها اصلا كنت يعصبي ولي هبطل اسكولات على ولا راح اعبرها ولكنها موجودة هي صارت مثل ادم تعيد الكلام بدون ما تفهم انا ان شاء الله تقبلني بس لحظة خلي يظلي كي تشوفك ما عش تقبلني طفل خلي شوف ترى ما راح اعبرها اصلا ولكنها موجودة والله يا اخ ما قبلتنيش خطرني علاش خطرني معاك لا لانه ما عندهاش حدا بكون عرفتي ما هم هيك هدول الخبيثين الله يبارك فيك خالي خالي لو سمحت نمشي للرفيق ونرجع روحي اوكي شكرا خالي سيبه تعالي ارجعي لي بمصيب بعرف ارجعي لي بمصيب بعرف مشيت الطفلة مشيت الطفلة مشيت ما نجمش نبعث لهم يا جماعة طلع ربع معاهم اسموني يعني شربكت الحكي في بعضها خليهم يأكلوا بعضهم طو عاي فك علي ياي هكا هو نرجع الخيل ايش بك تندب نندب علي ايش يا كوكو لا لا الأغنية ما لها دخل بالرقصة انا كل ما علم امريكيا ربح وش بيك متقلق عالم امريكيا وينه في المونجيلا لا المونجيلا ما في عالم امريكيا من شنو هذاك اللي في المونجيلا الساعة بدي احط صورتك بالساعة ليه نحكي لك على الصورة هذيك شنو عادي عادي مش عالم امريكا بدي احط صورتك بالساعة عندي كوبرا عشان كل ما اشوف الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها ليش يا اخي عشان كل ما اشوف الله يلعن الساعة شنو هو يا جماعة طو شنو هو ما عنده ولا ما عندوش بالله خل نمشي يا خالي ذكروه صرفي على نتيتك انا ونور خطبنا يا رفيق كيف خطبتوا بسناب شات خطبتوا بستوريات لا مو بستوريات يعني كنا نحكي مع بعض بالسر ودخلت من الباب وخطبت بالسر اوكي الفيسبوك يا كل بالسر انا شو دخلي نعم شو دخلي شو دخلك انت انا المرة هذه نور راح اتزوجها غصبا عنكم مستحيل
بنت خطبتها لو مستحيل خطبتها قبلي انت غصب عنكم. صحيح ما عنديش شنب ملح هاك حتى انت لو لو بتحبها كنت خطبتها قبلي يا رفيق. اه يعني مش نخطبها تو ما بتحب تطلع تحب شعر احمر انت يا نورة. خلاص انخطبت ارجي المحبس يا نور. ويت هات نقول لكم كيفاش طلعت تحب الشعر الاحمر. شوف في المحبس شوف رفيق 3000 اورو حق المحبس. كيف 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 تقولي محبس انت المحبس؟ محبس يعني خاتم يا محبس. اه خاتم يعني خاتم يا ادهم. نعم شو عجبك في نور؟ ما في نحكي قدام العالم هاي شغلات خاصة لو سمحت انت ما تتدخل فيها. يعني 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 انت يعني من دون خلق العالم الكل اخترت كين نور؟ ايه اوكي. واذا انا بقول لك اللي النور يعني متزوجة عرفي وهي الان في دار زوجها شو بتسوي؟ لا ما قالت لك نور ما بتكذب. اوكي انتم ما بتحبوا الشعر الاحمر؟ اوكي انا بصدق نور مستحيل صدق لك يا رفيق. هاي ادهم صاحبي السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صار بشبهني شوي شبي خويا ادهم فيك رفيق. ها شبي بابا شو بابا؟ ها ما عجبكش انا بالاحمر؟ لا حط اسود. صحيح ميرسي يا الغندري يرحب. حط اسود حط اسود احلى لين. ما حق تتركوا يا جماعه ما حق. يا ادهم يا ادهم تفضل. والله انت بتستحق صاحبي حبيبي حبيبي. شو بس لو سمحت انه ما عدت تحكي مع نور وتطلع معها جستات كثير. ودي تستحق طفله اخرى مش نور. نور ليه انسيها نور. بيحبوا بعض يا ادهم. ايش بيك انت تو؟ ايش بيك اسم الله عليك؟ شو ايش بيك؟ انا دخلت من الباب ورحت الكل منك ترى يا ادهم. هي نور ادهم. نعم حبيت نقول لك حاجة. شو مخيبة كتعوش في راسها؟ استوي راسك ما بلتك وما لكك لنعطيك زوز كفوف. استوي راسك تعمل له أدهم اغزل. بتروحك هيك بتروحك يا نور. بتروحك شوية ما بلتك وما لكك. قايور أنت ما تتدخل فيها لو سمحت رفيق اتركها على راحتها لنور. تفضل يا نور. بتروحك حكيك بتروحك. أدهم. رجيل مش لغمها التويسر. أدهم. نعم. إذا خاطرك خوذو. أه. ورجعت الرفوقي يا عادي شو أدهم. أدهم كيف أصلا أنا عارفان أنا أصلا عارفان لح أنصدم فيها وأنت لح أنصدم فيها. أنا صاحبي لا 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 أنا كنت جيت كيفك ما نسكت شاي بسلام أخو. شو قال؟ قال كذا كلمة. أنا لو في مكانك ما بسكت. لا لا الغالي ما يروح ما يروح غير الغالي ما يروح يا جماعة. خلص هي بدها تروح تروح أنا ما دخلني تصطفل. أدهم أدهم أصلا يعني الحقيقة الحقيقة تفضل. أنت عجبتك الكوبرا؟ بلاي الحقيقة أدهم لا نسوس أسكت كوبرا خلينا ننخذ لا أسكت كوبرا تحكي علي عشبقش. لا لا هلا هلا انفصلت أنا انفصلت أنا ونور ما فيني حب الكوبرا دغري بعد كم يوم رفيق. ميسالش 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 القلب ميسالش نبضات تو يجيك ساسد يجيك ساسد نجم قدام بالطو. انا من انا من فانزات الكوبرا يا رفيق. شو يعني يعني بتحبها؟ اكيد مين ما بحب الكوبرا ليش؟ تعرفي بحبه اصلا نحن في على بوب زويش. ايه مالك بك تدورني بنور؟ خاطر نور صاحبتي قلت لها خطيبي وخطيبك. لك مو هي وياها واحد؟ شكون خاطب شكون؟ طلعش انا في الاخر مضروب في يدهم ومش نعرسوا. يعني بسرونا خطيب شكون في شكون وخاطب شكون اللي يقدر يسوي. يا رفيق حابين نعملوا فيك مقلب يا غالي وكهو. يا بيه يا وزعوا لنا سيحة المقلب شنو هو خاطر حسيتها حمص وزبيب. كهو لا لا الحب الاغاني بيا ولدي كهو كهو ما صار شيء. المهم انا ادهم خطيبي وانت خطيبتك نور. نور ايش البيت نور حاجتي بيك ايش؟ ايش ايش؟ حتى نرجع بقي خبرك حاشي بيها في السر. هاني في الكوزينه ايش انت؟ هاني جاي هاني جاي. ادهم ايوه حبيبي خليك لنا ادهم في بيت النومن. ادهم تشرفت شو؟ تشرفت فيك خوي الغالي وعملت الله معك يا نور باي باي. انا عم ثلاث ارباع الحكي اللي عم بحكي ما عم بفهمه كنت. لك يقبرني جمالك لك يقبرني قلبك اسمعني ليش ما ليش ما بتنبش عارف احمر؟
اسمع الشعر الاحمر صديقك ارهاب هذاك قول له يقعد رايح خير له يحترم نفسه احسن اقسم بالله العظيم ما رجيبش نولط معاه عشان طايح معاه القدره شو مسوي معك؟ يتجلطم يتقبح يطول في لسانه اوف عن جد؟ وراس الجد وما نفذليش حكمي نفذي حكمي ما كانش قسم بالله ما نحطه في قلبه واني ما الهبط عليه القلب وطيمه القايمه العايمه هاني قتلك ارهاب معروف على التيك توك بيهرب من الاحكام لا لا قول له نفذي حكمي حق الدعم يا عيب شو مالك كل شيء اللي مع الدعم ما تفلكش معاه قول له راح الدعم بدي شد له اذنه هلا بس شوفه مشانك تكرم عينك يا كوبرا بدي اقول لك فيديو 23 على خاطر الدعم بدي اقول لك على الواتساب وشد له اذنه هاك هو عايش لو سمح حق شيء للدعم رد بالك ها اختارنا اختارنا لعب الذري اللي هي شو الحكم اللي حكمتيها؟ شو؟ شو الحكم اللي حكمتيها انت؟ مين؟ ده أرهار هو قال انه هو حابب يكتب اسمي في البايو ويحط خاتم قلت له ليه لا تسويها؟ قال لي هذا هو الحكم الوحيد اللي ننفذه قلت له اوكي خلاص سوي كتس انا شفته حاطط بيبي الخضري وخاتم ليه يقولوا يكتب الكوبرا وخاتم لو سمحتي نفذ لي حكمي ما بينفذ احكام هيك لانه مرتبط ارهام شي 15 وحده بعدين كلاتهم بيهربوا مش وما يهمنيش وما يعنينيش نفذ لي حكمي لو سمحت وين ارهار فاتح ارهار دخلوا الحبة سينيرا ما يعرفيش شنو نجم نعمل ما يعرفيش بتشكون هذا ما يعرف مع مين الان ارهار يا جماعه قول له راهي طالبه قانون نجم توزرك والله نحط المخدرات في سيارته والله ونوصل نطلب ما عنده سيارة بيمشي هو عجيبه مبخوشه بدك تلاقي لك غير حل بحط له المهم بحط له شيء مكفيه تنصرف تعرفين هيك بيعملوا المحاميين يا جماعه بس بدهم يلبسوا شيء حدا قضيه بلبسه وانا بلبسه انت ليش كثير مهتمه فيه لارهار اخر فتره انا مهتمه بارهار هو المهتم بي يا را لا انت مهتمه هو حكاني امبارح قال لي كثير مهتمه فيني ما بدي اكسر بخاطره انا لكوبرا قال لي اعطيني حل قلت له ما بعرف انت اللي علقت فيك عليه معليقه شو متعلق فيه هنيا انت متعلقه فيه ليش ما بعرف مع انه نسوانجي هو بحب شي 15 بنت يمكن انت يا 16 يا 17 هوني مثل كوره بيناتهم والله العظيم يا رب نقول لكم ها والله كل واحد ما نركع به ركعه ونهز يدي للسمي السابع على ربي ونقولها ربي حنني يا ربي يا حنين يمنين يا حنين يا ربي ونبدا ندعي ونسبح قولي لامك تدعي لك الله يبعث لك شب مثلي مو انا لانه انا ما عاد اتفق انا وياكي انت خاينه بصراحه شو يعني شب مثلي يعني مش فاهمه يعني مثل روكي مثلي انا اي مثلي مو مثلي مثلي مو مثلي يعني انت ايش تحب انت يعني شو انا بحب البنات حتى البنت ما بيحبوك ما بعرف نصيب ما البنات صايرين البنات مقسومين قسمين نص بحب المصاري ونص كذابات كلهم بيحبوا المصاري البنات مش حتتزوجك مثلا سود عينيك بتزوجك مثلا مصاريك عندك سيارة عندك بيت بتتزوجك وهذا هو الواقع راه مالا بابا مش تكون لك هي بابا هذا اللي بحب الثاني بيعيش معه على الخبزة وزيتونة يا كوبرا لا خبزة وزيتونة سيدي زك معيشني على خبزة وزيتونة استنى انت عندك خبزة زيتونة سامحني خويا منجيب زيتونة ربي سمعنا خلي زيتونتك عندك وخلي خبزك عندك زيتونة الرقم نوقح إن شاء الله زيتون بس يبغى الزيتون غالي مرخص على فكرة الذهب الأسود هو الزيتون الأسود أذهب مني صراحة مش بتاع شيء هذا ده كان بتاع حاجة أخرى يعني مش بتاع زيتون شو بتحبي أنت شو بحب أنا لا ما بصير شو اللي ما بصير صار شو صعدك شان لا ده بتحب الزيتون قصدي ليه ما بحبش الزيتون دبر فيش بيه هي بتحب اللحم والدجاج مزبوط رولكس لا ما تحب الرولكس بحب اعشق رولكس انا مين قال لك ما بحبش الرولكس رولكس مو منيحة يعني انت لابسه فيك تشوفي الدقايق بالساعه رولكس فيك تشوفي الدقايق بالساعه العاديه لشو الاسراف لنفسي باخذها ولمزيه عربي ولمزيه تذكر ولمزيه انثى انا بمصرياتي باخذ رولكس وباخذ اغلى من رولكس
بمصريات السويسرا وشو؟ شو عندك ممتلكات انت بالحياة؟ عندي بيت، عندي سيارة، عندي موبايلين، عندي الفرينة. شو الفرينة؟ الطحين. طحين؟ ايه الله ما شاء الله. انا اللي احنا لازم نرجع نفكر بالموضوع تبعنا يا كوبرا. اي موضوع شو فكروا فيه؟ خاطر الفرينة في تونس ما يعني مفقودة، يعني فهمت اللي عنده فرينة. وعندي السكر، ايه باي عندي السكر زين. ايه كمان السكر مفقود عندكم؟ ايه اللي عنده سكر وفرينة في تونس ما شاء الله قش عليه ملك نص تونس ما شاء الله. يعني انا فيني اجيب معي 5 كيلو سكر و5 كيلو طحين واجي اطلب ايدك؟ اظن انت بغي مدون ما تجيب الطحين، انت اصلا لما تدخل بيتنا بحذتك بتصير يعني عندك طحين. شلون يعني بس ادخل تلقائيا يعني سيركت عندك طحين لحالك ولا يهمك، انت جيب الرز وجيب السكر وتعال. خلص صار تكرم عينك. شو الرز اللي بتحبيه، رز طويل لما رز قصير؟ جيب الاثنين نختار ونحن شو نختار. ما فينا يا بتحبيه طويل لما قصير، يعني يا هيك يا عشان اعرف شو جيب لك. ما تجيبش رز مش لازم، لا طويل لا قصير، قليل القصح عليه فروخ صغار في اللايف يعطيك بخنا ان شاء الله تهزك بالليل عنده ثاني يرجع لي الفروخ. ها شوفها. شو عم تقولي؟ راك داخل في الطبع لك داخل في لغه حني حني يا طفل. شو حني حني؟ لازمني مترجم انا يقعد جنبي واطلع مع الكبر على اللايف. كلام ابو نوتلا نيموا ماشي تيك توك ولا ملوخيه بيك انت. انت بتعرفي الملوخيه يا كوبرا؟ بعرف الملوخيه. دقتيها؟ اي ذقتها. شو ذقتها؟ انا كلها ملوخيتنا مش مثل ملوخيتكم يا غالي. ايه عشان هيك انا عم بسالك ملوخيتنا قصدي انا. ماني ذقت ملوخيه الملوخيه التونسيه. شلون انتم بتسووا ملوخيتكم؟ صحفه قازين كبير في راسك كيكه في طول راسك نحطوا الحنه خاطر احنا ملوخيه نعملوها بالحنه. اركض اركض الحنه تعمل ملوخيه؟ ايه. ليش بتسووا بالحنه؟ والله احنا احرار كل بيت ورقه اورطالها امور نحن حريه. يعني انتم بكل تونس بتسووا بالحنه لما بس انت؟ لا كل تونس. لحظه زين نكمل نحكي لك. نحطوا الحنه وبعدين نضيف الملوخيه فهمتيني شو ولا وبعدين نحط اللحم البقري لحم الاكس نتاعي نحطوه لحم بقري خاطر بقره هو راه تسكو ان شاء الله فهمتيني شو ولا ونقطعوه من ايره بن ايره ونحطوها في القازين ونحطوا وخليها تطيب 24 ساعه. 24 ساعه ما شاء الله يا بنتي حلت شنو يا حبيبي. احنا الملوخيه تبعنا مو هيك شكلها ملوخيتنا اطيب. ربي يخليكم ملوخيتكم. انتم تعملوا ملوخيه بالسمك؟ ملوخيه بالسمك لا نعملها لحم او دجاج. احنا يعني لحم احمر او ابيض؟ لا احنا بس احمر. بس لحم مش اسمه هو لحم البقر بس. ما بتاكلوا لحم علوش؟ ناكلوا لحم العلوش ملي ليه؟ ما ناكلوش باللرنب لحنيه تسليم عمرنا ما عملناها في الدار باللرنب وخاتي هذه منك نسمع بصراحه. ليش؟ باللرنب تشنية توا يا تسليم الناس تتفرش. بتصير ملوخيه بارانب بمصر بيساوي ملوخيه بارنب. احنا ما نسويهاش يا غالي. ليش؟ طيبه جربيها. ما ناكلوش. احنا الملوخيه تبعنا بتجي ورق. لا ورق الملوخيه. نحن نجيب بودر. باودر. لا مو طيبه البودره مو طيبه الورق اطيب. اسمعني ما تبديش تقول مش طيبه انت ذقته ساذوق بعد اللي احكم لو سمحت. ذقته انا ذقته نفس المصريه بتسوى انتو. شوربه مثل الشوربه. ليه مش مثل الشوربه يا بابا؟ لكن مش مثل الشوربه. انا قالوا لي مثل الشوربه. هي قالوا لي مش مثل. احنا قلت لك 24 ساعه تقعد تنطبخ. 24 ساعه تنحرق في طبخه بتقعد 24 ساعه. بلاي ادهم يزي ادهم يزي ادهم يزي ستوب. نخيب لحم نصيحه تاكل بالخبز لا بالخبز نصيحه يا ادهم بدي اعطيك نصيحه. تفضلي. اصحك تتعلق بي اكثر من كذا اوكي؟ ليش؟ لحتى تركيني؟ ايه انا حاسس عامل لهالحساب مشان هيك ما عم اتعلق فيك. احمد ربي نصحتك في بنت ما بتنصح ولكن انا عامله الاوفر هيدا. انت الوقت ما عرفتي انه انا فقير غيرت وجهه نظرك فيني، بعرف كنت فاتي على طمع. شوف لغني ربي سبحانه كنا فقراء يا غالي.
واضح ولا هذه حاجه؟ ثاني حاجه اني نحكي في اللوجيك ونحكي على نفسي مش نحكي على كل البنات. انا من نفسي انا يعني مستحيل من يعني انا مستحيل نتزوج رجال ما يقدرش انه يعيشني ويعيش اطفالي في المستقبل. نقطه ورجع للصطر. عايشك وعايش اطفالك واطفال الحاره كمان. طيب خلاص اوكي موافقه بس لا تتعلق فيا عادي اطلقك من ثاني ليله. راه ليش من ثاني ليله مثلا؟ انا حر اموري. ليش مو من اول ليله مثلا؟ ليله ما هو ما فهمنيش بنات. خليني نفسر لكم. وانا باش نطلقوا في المحكمه صح ولا احنا مثلا يعني باش نتزوج بيوم الاحد اوكي يوم الاحد ويوم الثاني هذيك الليله الاولى الليله الثانيه يوم الثلاثاء بتزوج يوم الثلاثاء ان شاء الله خاطر يوم الثاني يعني المحكمه تكون مزدحمه شويه في يوم الثلاثاء. فهمتوا كيفاش؟ نحبكم باش تفهموني بالغلط يا حبيب قلبي الطومة. يعني كلامي منطقي انا منو ما يذوم الكل ها ماما تفرش في باب الحارة ها لا مشي خفيك هي يقسم بالله هي المرأة والله العظيم هي المرأة فينا فينا الكل زيد على بعضنا براي أدهم راك تعاج إن شاء الله. يلا بخير المهم البنات إني تو خليكم كان بث حموم صراحة عمري في حياتي ما توقعت إنه بث من البثوث يتعدى بالطريقة هذية من الأخر بث صفر تكبيس صفر إيني صفر كل شيء صفر فهمتيني شو ولا حبيت نشكركم على وجودكم معنا في البث هذا الليلة الحمد لله يا ربي يعني صلحنا العديد من العلاقات منها علاقة نور ورفيق وزدنا رجعنا المياه إلى مجاراها ممكن فما الكثير منكم شاف إنه أنا زدت عقدت الأمور هو أنا لا هذاك ذكاء والدهاء مني هذاك أنا زدت صلحت الأمور ما عقدتهاش والحمد لله يا ربي إن شاء الله بإذن الله غدا إن شاء الله نشوفوا ركس دجاجة ان شاء الله تروك سنة ان شاء الله غدوة ولا يهمكم حبيب قلبي وشكرا لغدير وشكرا لويام وشكرا نسرين سيرين وشكرا هاشين شكرا ويام ايمان عقيلة شيمة خالتي فتحية شكرا حبيبتي حبيبتي شكرا لكم والله العظيم ما قصرتوش ان شاء الله نشوفكم غدا على ساعة العصر ليه غدوة العصر ليه صراحة ما نجمش لاني طالعة غدوة مع جبتي جبتي الغالية فهمتي نجي ولا تصور لكم شو باش نعمل ولكن اذا اما الاكثريه ليه يعني 80% مش باش نحل غدوه اوكي العصر ان شاء الله حبيبتي نينا والله نورتنا في البث يا غاليه يلا شكرا بنات نحبكم برشا نتقابلوا غدا على نفس الساعه 8:30 بتوقيت تونس الخضراء بير فافور شاتيني كانتاري باي باي